بفاميلي لليوم، ومثل ما وعدناكم بانه بخلال شهر نيسان يلي هو شهر التوحد رح بيكون عنا وقفه كل نهار تنين بفقره فاميلي بموضوع عن التوحد. حكينا عن الام، حكينا عن الهندسه، هندسه البيت يلي بتكون مناسبه وملائمه للاطفال يلي عندهم توحد. اليوم رح منرجع منشوف ومنحكي عن التوحد بشكل مفصل، عن كل الجديد، عن كل الدراسات والتصرفات الانسب ان كان من الاهل بالمدارس، مع الأخوة ومع المجتمع كمان، مع السيدة نيلة مرعي الحسيني. أهلا وسهلا فيك. حضرتك معالجة نفسية، أنا بعرف أنه حضرتك من مؤسسي مركز الشمال للتوحد، وهون كمان بدي أستغني من الفرصة وأودي تحية للسيدة ريما فرنجية يلي عم بيكون عندها شغل دؤوب جدا بهالموضوع وفعال. طبعا قد إيه لكم بالمركز؟ لنا 5 سنين تقريبا، بلشنا مع 3 أولاد وصرنا ب 55 ولد، وعم بيكون طبعا شغل كثير فيه احتراف مع أشخاص متخصصين، وهيك كمان لكل الأشخاص يلي اليوم بحاجة لكم ممكن يتواصلوا معكم، ممكن يتصلوا فيك تحت الهواء لحتى يكون في تعاون مع بعض. أكيد بأي وقت. نيلة خلينا نرجع بداية هيك سريعا، طبعا كل الناس بيعرفوا شو هو التوحد، ومع حملات التوعية اللي عم تصير عم نتعرف أكثر وأكثر على هالمشكلة عند الأطفال. شو هو التوحد؟ أي متى ببلش؟ كيف نحن كأهل ممكن ننتبه على هالموضوع؟ أكيد التوحد هو اضطراب بالتطور النفسي والعصبي، تظهر عوارضه خلال أول 3 سنين من حياة الولد. وقت نقول 3 سنين، يعني مثل ما حضرتك عم تقولي هيدا شهر التوعية، نحن هدفنا يكون في تشخيص وتدخل مبكر، يعني على 3 سنين صار فينا نعمل تشخيص تنتدخل أكثر أبكر تنوصل لنتيجة أفضل. العوارض هي اضطراب مثل ما قلنا، بيؤدي إلى خلل على صعيد التفاعل والتواصل الاجتماعي، وعلى صعيد سلوك، لانه بنلاقي انه سلوك الولد عم بيصير نمطي ومتكرر وبيكون عنده اهتمامات كثير محدوده. كمان نحن صرنا بنعرف انه التوحد بيصيب 4 مرات الصبيان اكثر من البنات، مشان هيك كمان احد اسباب اختيار اللون الازرق للتوحد هو انه بيصيب الصبيان اكثر من البنات، وبيصيب كل الطبقات الاجتماعيه، وهو بنسميه طيف التوحد لانه هو في درجات. عندنا من التوحد الخفيف للمتوسط لنوصل للتوحد الشديد. أكيد رح منفوت بكل هالتفاصيل، ولكن في شغلات كتير مبهمة بعدها بهالعوارض، عوارض التوحد أو بأسباب هالعوارض. اليوم بعد ما منعرف شو السبب لحتى يكون ولد مصاب بالتوحد، هل هي مشاكل طبية، هل هي مشاكل عصبية بأعصاب الرأس أو بطريقة عمل الدماغ، أو هي مشاكل نفسية بحت؟ لوين وصلنا اليوم بالأبحاث؟ هلأ إذا بدك رانيا، من تقريبا من سنة 1943 لما اكتشفوا هيدا الاضطراب واللي اكتشفوا ليو كانر، بوقتها كنا عم نحكي عن مثل ما حضرتك عم تقولي أسباب نفسية خاصة بعلاقة الولد بأهله. هلأ هول الأسباب انمحت كليا، ونحن المأكدين منه أنه ما عنا عوامل بيئية، يعني ما خص البيئة اللي قاعد فيها الولد أنه هي تكون عم بتأدي لظهور أعراض التوحد عند الولد. العوامل هي بيولوجية وراثية بحت، مثل ما عم بتقولي انت كمان ممكن تكون طريقه عمل الدماغ هي اللي عم بتادي لظهور اعراض التوحد عند الولد. بس الشيء المؤكد انه بعد ما عندنا اسباب واضحه ودقيقه وطبيه تنقول ليش هالولد عنده توحد. في دراسات بعدها ماشيه لهلا، بس بعد ما وصلنا لنتيجه طبيه مثل ما بيقولوا حاسمه بموضوع التوحد. وحتى لو بلشنا يمكن نكتشف الاسباب، انما الحال كمان منه حل جذري، ما في دواء، ما في يمكن وصفة منقدر نعملها، وهذا الشيء اللي بيصعب الأمور. أكيد. بيصعب الأمور تحديدا على الأهل، نحن حكينا مزبوط عن هالموضوع. مزبوط. عوارض التوحد، أنا كأم كيف ممكن انتبه أنه في مشكلة؟ عند مين بروح لحتى شخص؟ عم بيصير في شوية لغط بالموضوع. أكيد. نيلة كأنه صار محط كلام أوقات، أنه صح عنده توحد، يي يمكن بشي، يي يمكن، قد ايه الاشخاص هون ممكن يقدروا يتدخلوا او يعطوا رايهم؟ مزبوط. هلا مثل ما عم تقولي رانيا، وقت نوعي زياده عن اللزوم امرار، وقت نحكي عن اضطراب معين بطريقه كثير، خصوصا بفتره معينه، فتره قصيره من الزمن، بنلاقي انه كل ولد صار عمره 2 وبعد ما قال اول كلمات انه عنده توحد، او كل ولد ما حابب يروح على بيرث داي ويسمع اصوات عاليه صار عنده توحد. اكيد هذا مفهوم كثير خاطئ. وقت نقول توحد نحن عم نحكي مثل ما قلنا بالتعريف عن عمر كثير صغير، يعني الولد على
هالسنة ونص سنتين منلاقي عم نعيط له باسمه ما عم بيرد، عم نحكي معه ما عم يتطلع بعيوننا، منه عم بيبتسم تيفوت معنا بتواصل. يعني الولد بالست اشهر منكون طالين فوقه بالبارك، اذا منكغيله اذا منغنجه بيتطلع فينا وبيبتسم. الولد اللي عنده توحد من هالعمر الصغير منلاقيه ما عم بيتجاوب، وما عم بيتجاوب مع اقرب الاشخاص اللي هن اهله. وكمان بس نكبر يكبر الولد بالعمر كمان منبلش نلاحظ انه ما عنده التواصل الغير شفهي قبل التواصل الشفهي. يعني مثل ما قلنا اذا انا بقول له اطلع شو في هونيك وما قادر يشاركني هالشيء اللي انا عم بطلبه منه، يعني ما عندنا اتنسون كونجوانت، ما عندنا اللعب الرمزي او الجو سيمبوليك. يعني انا اذا بعطيه سياره، الولد على السنه ونص سنتين بيعرف انه هالسياره انا بدي كرجها. الولد اللي عنده توحد ما بيشوف السياره كغرض كامل، يمكن يبرمها ويهتم بالدواليب بس تبعونا، يمكن يقضي ساعات قدام الغساله اللي عم تبرم، لانه هول امور منلاقيها روتينيه. الولد اللي عنده توحد كثير بحب الروتين، بحب الاشياء اللي ما بتتغير. نعم. اليوم لمين هالام تلجأ اذا من بعد مراقبتها لها الولد؟ وكمان هون يعني قلتي شغله كثير مهمه ناي، لانه التواصل اللي مش بالحكي الغير شفهي هو اكثر دلاله من التواصل الشفهي، لانه نحن بنعرف انه في اولاد بيتاخروا بالحكي ولكن بيكون عندهم هالتفاعل والاخذ والعطاء مع الاخرين. لاي عمر ممكن الولد يتاخر بالحكي؟ هلا هون صرنا بغير شوي موضوع بس للتوضيح. هلا نحن بهمنا مثل ما عم تقولي التواصل غير شفهي. نعم. يعني على السنة سنتين سنتين ونص إذا إجا لعنا ولد نحن شايفين أنه عم بيتواصل معنا، عم بيفهم شو عم نطلب منه، عم بيشاركنا لعبة، عم بيلعب مع الولاد، بس منه عم بيحكي، هون منروح لرتار دو بارول. يعني هون منكون عم نطلب أخصائي بعلاج النطق أو أورتوفونيست، هي بتكون عم بتحدد لنا المشكلة. بس لما نقول توحد يعني حتى الكوميونيكاسيون نو فيربال منا موجودة. وإذا كان في أمرار كتير في عنا ولاد عندهم توحد، بيكون عندهم كمان تطور لغوي عادي بس مع خصائص معينة. يعني بقول له أنا مثلا بونجور كيفك، بيرد علي بونجور كيفك، ما بقول لي بونجور منيح. من اللي إيهن بيحضروا إميسيون على التلفزيون بيجوا بيحفظوا كتير، بيسمعوا لنا إياها مثل ما هي مع نفس التوناليتي اللي سمعوها بالتيفي. إذا عم بيحكوا ديسكور ما بيعرفوا أنه أنا بخفف على الفيرجول، بوقف على النقطة، منلاقي عندهم هيك تون أمبو روبوتيك منقول. فهولي كلهم خصائص للولد اللي عنده توحد أكيد. لكن رح نرجع على التشخيص. حسينا انه في شيء منه مزبوط، لو مين منلجأ بداية؟ قديه الطبيب كمان طبيب الاطفال البيدياتر ممكن يساعد لحتى ننتبه لهالشيء؟ لانه نحن بنعرف لما بيكونوا الاولاد الصغار كمان بيكون في فحص، بيفحص السريري، فحص للريفلكس لردات الفعل، بيفحص العيون، بيشوف قديه الولد ممكن يتفاعل. فهون كمان بالذات قديه دوره كبير الطبيب. هلا كمان مثل ما بتقولي رانيا، البيدياتر اللي واعي على الموضوع هو اول شخص ممكن يلاحظ على 8-9 اشهر انه هالولد منه عم بيتواصل. بس الفحوصات القبل السريريه اللي خاصه بالريفلكس كلها حتكون طبيعيه، لانه نحن مثل ما قلنا هو ديجا ما قلنا انه فيزيكمان هو عادي ما بيبين عليه اي شيء، وحتى حركاته هي عاديه، انما التفاعل والتواصل معه اللي بيكون فيه خلل فيه. فالام وقت تبلش تحس انه هالولد منه عم بيتواصل معه تقريبا على السنه ونص، اكيد بدها تسال طبيب الاطفال باول مرحله، وخصوصا إذا كان عنده أولاد قبل بتصير بتلاحظ المشكلة بعمر صغير، إنه الأولاد الباقيين بهالعمر كانوا يتصرفوا بغير طريقة. فمن هون بدها تتوجه بأول مرحلة يا للطبيب الطبيب النفسي البسيكياتر أو للمعالج النفسي البسيكولوج. هون عم نحكي بسيكياتر أول. نعم. أفضل من إنه هلا هن بالأخير الهدف تبعنا نحن كفريق عمل متعدد الاختصاصات إنه يكون هو الطبيب النفسي اللي عم بحط التشخيص للتوحد. نعم. يعني ما في أي شخص يكون عم بيشوف الولد لفترة قصيرة يخلص ويقول للأم ابنك عنده توحد. بده يكون عم يقطع بكذا مراحل، اللي هن بالأول المراقبة الكلينيكية للولد، يعني بدنا نحطه بسيتواسيون دو جو، بدنا نشوف هو كيف عم يتفاعل مع الألعاب، كيف وقت نفوته على السال كيف بينفصل عن أمه، هل بيعمل ردة فعل هي اللي بتمسك فيها ولا بيفوت عادي بلا أي ردة فعل؟ هو مفروض يفوت عادي بلا ردة فعل إذا كان عنده توحد إذا كان عنده توحد. منلاحظ إنه أخذناه من السال داتانت وفتنا معه على السال ما لقينا اي رياكسيون. بينما الولد العادي على السنتين اذا بتحكي من امه بنعرف شو ممكن يصير. هلا قبل ما نشوف الولد احنا بنكون اخذين كل المعلومات عن الولد من قبل الاهل، اكيد بيكون عندنا كيستيونير واضح ومحدد من قبل، بنكون عم ناخذ المعلومات من لحظه الحمل للحظه اللي الولد موجود فيها. هون الهدف تبعنا هو مثل ما بيقولوا نستثني اي اضطرابات ثانيه، يعني نتاكد انه هالولد ما عنده
بلبسيه، بيسمع منيح، كل هول الأمور. مشان هيك كمان الطبيب النفسي إذا شفناه بالأول ممكن يكون طالب تخطيط للسمع، ARM للرأس، كل بدنا نحكي عن هدول. نعم. بالتحديد نايلة، يعني شو الأمور يلي ممكن تشكل لغط. نعم. بالموضوع بهالكستيونير أو بهالمجموعة الأسئلة يلي بتطرحوها على الأم، شو اللي أهم شيء غير يلي ذكرتيهم اليوم، يعني التفاعل الغير شفهي؟ هو هول الأشياء. بس نحن بهمنا كتير أنه نعرف أنه على الولادة ما صاير شيء. يعني ما صاير أنوكسي، الولد ما تعرض لأي مشكلة طبية مثل ما قلنا، لأنه بالتوحد ما عندنا مشكلة طبية، يعني ما عندنا سبب واضح لهلأ طبي. بس إذا الولد على الولادة صار عنده نقص بالأكسجين، ممكن هيدا كله يكون عم بيأثر. فلما يكون ما عندنا مشاكل طبية، ساعتها مثل ما قلنا منشوف الولد مراقبة كلينيكية، بنعمل بيلانات على صعيد النطق، على صعيد الحس حركة بسيكوموتريسيتي، ومن بعدها منكون عم نرجع مثل ما قلنا للطبيب النفسي مع الفحوصات الطبية اللي أجريت، ليكون هو الشخص الوحيد اللي عم بيحط تشخيص التوحد للولد. أدي وقت بياخدوا هالتشخيص؟ أو هالمراقبة؟ هلأ بدنا نحسب أنه كل أخصائي بده يشوف على القليل الولد 3 مرات. مع أول أنتروتيان بيكون مع الأهل طبعاً، مع فترة الفحوصات قد بدها تاخد وقت كمان الفحوصات الطبية اللي حكينا عنها. يعني بدنا نحسب شهرين، شهر ونص تقريباً. أوكي. ولما منكتشف هالموضوع كمان مثل ما تفضلتي وذكرتي، أوقات بيصير لغط، أوقات يمكن إذا معالج نفسي لحاله وشاف الولد ممكن يكون في أمور تخليه يلخبط أو يعطي تشخيص غير دقيق. ما بعرف إذا كمان عند الطبيب النفسي ممكن تصير هالشي، يصير هالشي. ولكن عم نشوف أوقات إنه في ولاد عم ينظلموا، عم ينحطوا أو عم بينقال إنه هن عندهم توحد، ما بيكون عندهم توحد. شو ممكن يكون في عوارض أخرى أو أمراض أخرى بين هلالين بتخلينا نحس أنه في توحد؟ هلأ في إجمالاً مع التوحد ممكن يكون في تأخر ذهني أو ديفيسيونس انتلكتويل، بس نحن بنعرف كمان أنه بالديفيسيونس انتلكتويل بيكون في تواصل، يعني ممكن يصير في لغط بهالأمور. ممكن يكون كمان في عند الولد إذا بدك إبيليبسي أو صرع، هول إجمالاً منلاقيهم اضطرابات مرافقة للتوحد. ممكن يكون في كمان إيبر أكتيفيتي أو إفراط بالحركة مع مشاكل بالتركيز، هول كمان ممكن يكونوا مرافقين للتوحد. بس مثل ما عم تقولي رانيا، تنتفادى هاللغط اللي ممكن يصير من ناحية التشخيص، ضروري يكون في فريق عمل متعدد الاختصاصات عم بيشوف دوريا الولد. يعني على القليلة مثل ما حكينا الطبيب النفسي، المعالج النفسي، أخصائي النطق والحس حركة. نعم. العلاجات كيف عم بتتم؟ قديه ممكن يتطور الولد؟ لوين ممكن يوصل؟ وأكيد بالمقابل إذا ترك هالولد من دون متابعة شو ممكن يصير؟ مثل ما حكينا بالأول أنه نحن عم نحكي عن طيف التوحد، يعني كتير مهم نحن نعرف بالأول هالولد وين على هالخط إذا بدك، أو على سبيكتر أوتيستي. إذا كنا عم نحكي عن توحد خفيف، يعني هالولد عنده الأسس البدائية ولو بدائية للكوميونيكاسيون وفيربال، وما عنده اضطراب بالسلوك، يعني هالولد ما ممكن يركض لنقول يضرب راسه بالحيط أو يأذي حاله أو يأذي غيره. من نحن منروح هون لدمج مدرسي أو لانتجراسيون سكولير، كمان مثل ما كنا عم نحكي مسبقا مع أسس محددة. يعني ما بدنا نكون تلقائيا أنا هلأ عم بحكي أنه كل ولد عنده توحد هو قادر يكون موجود بمدرسة عادية، لا. إذا هو عنده المينيموم تبع الكوميونيكاسيون وفيربال وعنده السلوك اللي مقبول، وأهم شيء عنده الكادر وعنده فريق العمل الموجود بقلب المدرسة اللي بدها تستقبله، نحن هون عم نفضل نكون عم نروح لمشروع دمج مدرسي، طبعا إذا هالعوامل كلها كانت مجموعة. وأهم شيء مثل ما كنا عم نحكي أنا وياك نايلة، فريق العمل اللي بده يكون موجود. صح. في مدارس عم تاخد أولاد مش بس عندهم توحد إنما عندهم مشاكل أخرى، لأنه في بعض القوانين يلي بتجبرهم أنه ما يرفضوا أي تلميذ، ولكن ما عم بيكون في أبدا أي قسم بالمدرسة للدمج المدرسي، وهيدا شيء غير مقبول. مزبوط. لأنه هون عم نضر الولد. مزبوط. ما عم نفيده أبدا. يعني هون كمان الأهل دورهم كتير كبير، أنه مش أي مدرسة ممكن تستقبل أولاد عندهم مشاكل، إن كانت مشاكل نفسية جسدية أو يعني
يعني اللي ممكن توصل كمان للتوحد، فلازم نشدد يمكن هون على هالموضوع. أكيد. موضوع القسم يلي بيكون فيه كل هالاشخاص الاخصائيين اللي ذكرتيهم اليوم لحتى يكون في دمج مدرسي صحيح وعلى اسس مهنيه. مزبوط. بس كمان نحن ما بدنا بس نحكي عن شق الدمج المدرسي، لانه كمان نحن عندنا واقع قدامنا، ومثل اذا ما راح على المدرسة اذا ما قدر يكون موجود بمدرسه اكيد هو بده يكون موجود بمركز متخصص لحالات التوحد مثل المركز اللي حكينا عنه بالاول، واكيد بيكون عدد الاولاد اللي بالصف هو عدد قليل، يعني ماكسيموم 6 اولاد على شخصين او 3 اشخاص كبار بالصف، وبيكون هالولد بالمركز عم بياخذ كل العلاجات اللي حكينا عنها من ناحيه النطق، من ناحيه الحسي حركه، ومن ناحيه التربيه التقويميه اذا كان بعمر شوي اكبر. لوين بيقدر يوصل؟ عم نحكي عن صف، يعني عم نحكي عن تعلم. مزبوط. بيتعلم القراءه، الكتابه، هل بيتعلم الغناء، اي نشاطات ممكن يقوم فيها؟ لوين بيوصل؟ اي صف؟ هون بنرجع لنشوف بالاساس على اي عمر تم التشخيص. نعم. اذا تم التشخيص بعمر مبكر والتدخل مثل ما حكينا بعمر مبكر، والولد على باز التوحد عنده خفيف لمتوسط، نحن قادرين نوصل انه يتعلم يقرا ويكتب ويكون نوعا ما مدموج بالمجتمع. انما اذا هو بالاساس عنده تاخر ذهني مع التوحد، نحن هون ما حنوصل كثير لمحل بعيد، انما هدفنا الاساسي نوصل هالولد ولاحقا الشاب ليكون مستقل بحياته اليوميه، يعني يكون عنده مهنه صغيره يقدر يخلص فيها، ولو كان دائما بحاجه لاسيستانس او لمساعده من قبل شخص. مهنه مثل شو ممكن يبرأ فيها؟ ممكن يكون عم بيعمل نجارة، ممكن يكون عم يشتغل بمعمل، أي شيء بيتطلب عمل سيستماتيك، لأنه مثل ما قلنا الولد روتيني. اللي عنده توحد ما بحب التغيير. يعني أنا بدي أشكر وجودك معنا اليوم، بدي أشكرك على هالنصايح الفعلا دقيقة وقيمة. إن شاء الله الناس يكونوا استفادوا منها، إن شاء الله هالسيدات الأشخاص اللي عم يحضرونا يكونوا استفادوا منها، لحتى نقدر نفيد مندر، لحتى نقدر نشتغل بالطريقة الصحيحة، وطبعا فيها المراكز المتخصصة اللي عم تقدم مساعدات هايلة لهالموضوع يلي هو مكلف. صح. إذا بدنا نشتغله نحن لحالنا. مزبوط. كأفراد. شكرا لك نيلة مرعي حسيني، أهلا وسهلا فيك. وقفة سريعة ومنتابع مع Eat Smart.